هلا وغلب الجميع، حياكم الله. عندي هالزين موسينج 1970 302 باص، ماكينة وقير وداخلية وصبغة من أحلى ما يكون. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شيء فاخر فخم. غير طبعا 4 سرعات والداخلية تبارك الرحمن ولا غلطة ما شاء الله. وهذا المجلد كامل، ملف كامل فيه أوراق السيارة بالكامل ما شاء الله تبارك الله. طبعا مطلوب فيه $70,000 من غير شحنة وتعابة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. موتر فخم فخم بمعنى الكلمة. طبعا الجنوط اللي عليه جنوط الوكالة، جنوطه الأصلية حسب ما مذكور ما شاء الله. داخلية السيارة جميل جميل جدا، تحفة الموتر صراحة. شوفوا من تحت، صوروا من تحت، كلام كلام الموتر ما شاء الله تبارك الله. اللي له نظر يا جماعة الخير يتواصل معاي بخصوصه. طبعا موديل 70 زي ما ذكرت لكم، ومطلوب فيه $70,000. جميل الموتر صراحة، جميل لا من اللون ولا من الداخلية. واحلى ما فيه طبعا راح يجيك هذا من هذه.